هذا السؤال يقول: ما رأيكم في من يحذر من البدعة والمبتدع في إجمالا ولا يرى ذكر الأسماء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يقول: ما بال أقوام. هذا صحيح، ولكن هل هذا يقال في أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى ضلالات وفتن بهم الناس؟ هل يقال هذا فيهم؟ لا، هؤلاء لا بد أن يذكروا، ولا بد أن يشهر بهم، ولا بد أن يعرفوا حتى يعذرهم الناس. أما أن نسكت عنهم ونقول لا ما نذكر أسماءهم، ما نقول سيد قطب، ولا نقول حسن البنا، ولا نقول فلان ولا فلان، إذن فعلى ما ينطبق هذا القول؟ مثلا لو حذرنا من أهل أصحاب البدع، من هو الذي يمكن أن نقول غير هؤلاء؟ هؤلاء هم قادة أهل البدع. نعم.